حاليا انت رح تمر ببداية جديدة، ممكن يكون أيضا مع شخص عم تفكر فيه، ولكن في بداية جديدة رح تصير بينك وبين هالشخص، في رحلة جديدة رح تمر فيها. وإذا أنت خايف من العلاقة بينكم، أو خايف من الارتباط مع هالشخص، أو خايف منه إنه الأمور تكون بينكم جدية، عم شوف إنه بيحكي لك هون في حماية إلهية لإلك أو معك، يعني الكون عم يحميك، الله عم يحميك بكل خطوة عم تتخذها حاليا. والوضع بينكم مش رح يكون، عم شوف three of emotions، يعني في عم رح يكون في بينكم احتفالات، رح يكون في بينكم حتى نوع من الصداقة، لأنه three of cups بتحكي عن fun times أو أوقات مرحة. ففي بينكم رح يصير الوضع رح يكون عفوي أكثر من ما هو جدي، يعني في عندك بداية جديدة رح تصير، رح تكون مليانة بالتفاؤل. فقط بدك تتمهل ورج القوس، ما تتسرع باتخاذ القرارات. هذا كان بالنسبة لكروت النصيحة. بالنسبة لطاقتك أنت برج القوس، في حاليا عم تمر بالتستينج اريا، أو بفترة امتحانات أو اختبارات، سواء كان بشخصيتك، سواء كان بعلاقتك، سواء كان مع الحبيب. ممكن تكون أنت حاليا عرضة إلى temptations أيضا، أو حاليا أنت ممكن تكون عرضة إلى إغراءات الحياة. أيضا بدك تنتبه من العادات السيئة، يعني ممكن تكون أنت حاليا محوط بعادات سيئة، سواء كانت من lust أو شغف تجاه الشخص، أو أشياء يعني، أو علاقات جنسية، أو سواء كان من addictive behaviors، يعني إدمان على مخدرات أو إشي مثل هيك. بدك تنتبه من أي temptations أو أي إغراءات، لأنه أنت حاليا عم شوفك بمطرح محطوط فيها. إلى أنه إذا مش هيك الوضع بالنسبة لإلك، في شخص بحياتك حاليا أنت منجذب جسديا لإله بطريقة كتير عالية، عم تحس إنك مربوط فيه روحانيا، عم تحس إنكم مقيدين أو مربوطين ببعض. ولكن عم شوفك في نقطة أو في وضع صارم أو في قرار اخترته وما بدك تتنازل عنه، يعني في نقطة عندك هون، في عندك الستيك هاي وعندك السيف هون، يعني أنت ماسكهم ومش مستعد تتنازل عن قرار أو عن اختيار أنت اخترته. عم تعامل الوضع بطريقة كتير قاسية أو كتير منطقية، برغم المشاعر اللي أنت عم تحس فيها، عم شوفك إلى أنه عم تتخذ الطريق العقلاني، أو عم تتخذ طريق تحليل الأمور أكثر مما أنه تعتمد على عواطفك. بالنسبة للحبيب أو الشريك اللي عم تتعامل معه، عم يحس إنه انظلم، لأنه في عندك هون جاستس، فهالشخص بده بالعلاقة يكون في توازن بالأخذ والعطاء، وهو بيحس إنه للبعض منكم اللي منفصلين، هو بيحس إنه ما كان في توازن بالأخذ والعطاء بالعلاقة، هو اللي كان بيعطي أكثر بالعلاقة، بيحس هيك. فهو حاليا بفترة راحة أو وقت مستقطع عم يحاول يستشفي فيه. عم شوف أيضا إنه هو ممكن يكون أكبر منك بالسن، في بينكم فرق بالسن، ممكن يكون هو أكبر منك بالسن، أو ممكن
انت بتحس انك ممكن تعتمد على هالشخص ايضا، بمعنى انه بتحترم قراراته او بتحترم آراءه، او هالشخص اثبت لك انه هو متوازن باخذ القرارات او بيحلل ايضا القرارات بطريقة منطقية. فهو حاليا عم يشوف انه انظلم بالعلاقة وعم يحاول يستشفي. بالنسبة لخطواتك انت بالمستقبل، عم شوفك في عندك أمنية، ممكن بدي احكي على الأبراج اللي عم تتعامل معها، لأنه دائما بنسى الأبراج، بركز على الطاقة أكثر من الأبراج. الأبراج اللي ممكن عم تتعامل معها، ممكن تتعامل مع برج الميزان، أبراج هوائية أيضا، في عندك برج الجوزاء، والغالبية أبراج هوائية، أبراج مائية، بس بتوقع هوائية لأنه الميزان هوائي، الجوزاء هوائي، فبتوقع البرج اللي عم تتعامل معه يكون هوائي، أو في كتير طاقة هوائية عنده بالخارطة الفلكية. بالنسبة لخطواتك بالمستقبل، أنت عم تشوف هالشخص عم تعتبره السول ميت، أو عم تعتبره رفيق درب. أيضا بالمستقبل برج القوس راح تنحط بمطرح إنه بدك تختار بين شيئين أو بين شخصين، لأنه the lovers بيحكي على سول ميت، ولكن أيضا بيحكي عن اتخاذ قرار بين شخصين أو بين شيئين، مثل two of pentacles الجوجلر. فهالكرت بيشبهه إنه بالمستقبل راح تنحط بمطرح إنه لازم تختار بين شيئين أو بين شخصين، وإنت ممكن عم تتهرب من اتخاذ هالقرار حاليا، أو عم تحاول تبعد عن هالطاقة، عن هالإنرجي، ما بدك تختار قرار حاليا. ولكن عم شوفك عم تبعد عن إشي معين، أو بالمستقبل في نوع من الوش فولفيلمنت. انت اوبتيمستيك، عم شوفك انت متفائل اكثر بالوضع، لانه عندك ذا سان كارد. طاقة ذا سان كارد بتشبه طاقة برج القوس كتير، لانه برج القوس دائما متفائل سريع، اذا صار اي اشي بسرعة 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 بتتعافى منه. ف طاقتك بالمستقبل عم شوف انه انت يعني بدك تاخذ، صعب عليك انك تاخذ قرار، لانك بدك الامور تضل كتير عفوية، ما بدك الامور تكون جدية، وانك تاخذ قرار بين شخصين او بين شيئين يجي يعني كتير جدي، بده بيحتاج طاقة كتير صارمة منك. عم شوفك لكن بدك تروح في طريق wish fulfillment، او امنية بدك تحققها. ممكن ايضا عم تتجاهل مشاعرك انت، ممكن بالمستقبل رح تتجاهل المشاعر وتختار المنطق اكتر من المشاعر، يعني رح تبعد عن عرض حب او عن شخص اعتبرته امنية بحياتك او كان بدك توصل له، ولكن عم شوفك عم تبعد عن الوضع لانه بتحس انه صعب، أو صار في بينكم بلوك، أو صار في بينكم عائق كبير مش عارف أنت تحله. هلا بالنسبة لطاقة الحبيب أو الشريك بالمستقبل، عم شوف هو عنده empathy، عنده تفهم أكتر للوضع، ولكن هالشخص ما بيحب يخسر، بمعنى أنت عم تتعامل مع شخص عنيد وبده العدالة، ممكن هالشخص بده اعتذار منك أيضا، لأنه عندك Five of Swords، فهالشخص متمسك برأيه
ومش رح يتنازل. عم شوفه هون ما بده يتنازل عن رأيه، لأنه عم يحس إنه أساسا من البداية انظلم بإشي معين، أو أنت ظلمته، أو العلاقة بينكم ظلمته عاطفيا. فهو بيحس إنه بده نوع من الاعتذار، أو بده عم يركز كتير على التفاصيل الصغيرة. أيضا هالشخص يعني عم يركز على الحكي اللي عم تحكيه معه، على أي إشي، أي كلمة بتحكيها هالشخص بيحللها كتير، بيفكر فيها كتير وبيدرسها كتير. طيب بدنا نشوف أنت هل ابتعدت عن هالشخص يعني، أو بالمستقبل هل راح تقرر إنك تبعد عن هالشخص فعلا، أو هل أنت في طريقك إلى هالشخص؟ يعني كيف الكون مرتب لك الأمور؟ بدنا نشوف أول إشي. طيب همشوفك أنت بدك وقت مستقطع، همشوفك بدك فترة هدنة مع هالشخص. في عم شوفك بالفعل يعني بالمستقبل طاقتك، لأنه هون بيحكي لك سلو داون. ذكرت النصيحة بالبداية بس حكينا كان فيها سلو داون، بدك تتمهل قبل ما تاخذ قرار. ف انت بالفعل بدك تتمهل لتاخذ قرار، لأنه عندك فور اوف سوردز هون، فترة انت وهو بنفس الطاقة اذا بتركز، نفس الكرت اجاكم، بس هو حاليا بهالطاقة، يعني هو حاليا عم يستشفي بهالطاقة. انت ممكن تكون مشغولة باشياء حاليا بحياتك، ولكن في المستقبل انت اللي طاقتك رح تكون نفس طاقته حاليا، يعني انت اللي رح تستشفي، او بدك وقت مستقطع. طيب بدنا نشوف يعني مبين انه انت بدك بريك من الوضع. بدنا نشوف الحبيب هل ناوي يقوم بخطوة او بالتواصل تجاهك، او شو هو العائق بينكم؟ يعني بدنا نوضح طاقته بالمستقبل اكثر بشكل عام. فهالشخص بده تواصل معك عم شوف، وبده بدايات جديدة معك، ولكن عم شوف انه البدايات الجديدة اللي هالشخص بده اياها بده تكون ملموسة. يعني هالشخص عم شوفه ما بيحب الحكي، او بده الاشياء تكون منصفة، يعني العلاقة بده اياها تكون جدية بينكم. عم شوف ايضا هو عم يحس بمنافسة كتير، ممكن انت تكون برج القوس محوط، او حواليك اشخاص كتير، اصدقاء كتير، وهالشخص عم يحس انه في منافسة بينه وبين الاشخاص الاخرى، مشان هيك هو سحب حاله من العلاقة عم شوف هون، او عم يحاول يبعد لانه هالطاقة مش كتير بتعجبه. ايضا بيشوف انه الحكي دائما بينكم، لأنه هاي ورقة تواصل، ورقة كوميونيكيشن، فالحكي دائما بيشوف بينكم. كل ما بيصير في بداية جديدة بيصير في بينكم تاتش كونفليكت، مشاكل، نزاع بالحكي، مخاصمات، مجادلات بالحكي. فبيشوفك هالشخص متهور بالحكي، أو سريع بالحكي، أو ما بتفكر كتير، أو ما بتفلتر الحكي كتير قبل ما بتحكي. وأنت يعني برج ناري، اللي بقلبك على لسانك بتحكيه على طول، بما إنه هو مبين إنه برج هوائي فبيحب يحسب
كل إشي قبل ما بيحكي فيه. ف عم شوف إنه أنتو الاثنين روحانيا كتير متواصلين مع بعض، ممكن ما يصير في بينكم حكي بالفترة القادمة، إلى إنه عم شوفكم عم تستشفوا، وهالشخص عم يحس إنه انظلم معك، أو هو كان كتير جدي بالعلاقة وإنت كنت عفوي مثلا، لأنه مبين إنه في أوراق مختلفة بينكم، أوراقك أصغر من أوراقه. ف هالشخص أيضا عنده تخوف من إنه يقوم بأي خطوة أو يصير في بينكم أي تواصل، لأنه دائما كل بداية جديدة بيصير فيها كونفليكت وبيصير فيها تاتش بالتواصل. فأنتو في عندكم عدم تفاهم، عم شوف في عندكم عدم تفاهم كتير كبير، فبيحتاج إلى مرونة من برج القوس، بيحتاج منك إنك تكون مرن وتفهم هالشخص جاي من وين، يعني مش فقط أي إشي بتحسه بتحكيه على طول، يعني ممكن أشياء أنت ما تفكر فيها ولكن ممكن تجرح الطرف الآخر أو تحسس منها الطرف الآخر. وعم شوف الطرف الآخر بيحتاج إنه يكون منفتح أكتر، بدل من طاقة الهدوء أو عدم الحكي بده يعبر أكتر. فعم شوف إنه بالمستقبل أفضل إشي العلاقة، الطاقة المشتركة بينكم أفضل إشي اللي ممكن تساووه حاليا في المستقبل، إنه تركزوا كتير على التواصل، بدك تركز كتير على التواصل مع هالشخص، تنتبه على نوعية الحديث أو الحكي اللي بتحكيها مع هالشخص، لأنه الكونفليكت بينكم أو النزاع بينكم أو الأمور الصعبة بينكم، لأنه في عندكم كتير عدم تفاهم من ناحية الحديث أو من ناحية الحكي. ايموشنلي عاطفيا كتير قريبين من بعض، روحانيا كتير متصلين ببعض، بس عقليا بالحكي بالتفاهم العقلي كتير في بينكم كلاش، صدام، تصادم، في كتير بينكم تصادم. فأفضل حل بالمستقبل إذا صار بينك وبين هالشخص لقاء أو حديث، لأنه مبين إنه أنت بدك معه بداية جديدة وهو أيضا بده بداية جديدة، ولكن دائما بتنتهي بنزاع أو بكونفليكت، فهو خايف إنه يتخذ قرار. فالأفضل إنه فقط تنتبهوا على طريقة الحديث مع هالشخص. أوكي حبايبي برج القوس، بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها. إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب. إن شاء الله رح أشوفكم.